يعني متخذين الفوز، لكن فوز بدون أداء، نتيجة بدون أداء. التخبطات لا زالت قائمة من قبل، هناك خلل في المنظومة الإدارية والفنية. أعتقد المدرب سكوب يتبع عكس التيار المعروف فنيا على مستوى العالم، انه انت تجهز الفريق لمباريات رسميه من خلال التشكيل اللي طلعوه في المؤتمر التدريبي. ما نراه من المدرب سكوب تخبطات في التشكيل، كل مباراه نشوف اسماء جديده، اسماء داخله جديده. طبعا هناك سنه متكامله، ما اعتقدش انه مدرب متمكن كان كان معنا في الحلقه الماضيه لاعب المنتخب البحريني سابقا الكابتن خالد النصف، وقال انه سكوب لم يستطع توظيف اللاعبين، يعني قدرات لاعبين لم يستطع توظيفها، وهو حديث محايد يعني من رجل يعني في البحرين. تتفق مع هذه الرؤيه ام لا؟ اتفق معه انه لم يستطع التوظيف ولم يستطع الاستقرار على تشكيل لاعبين كامله. تعد منتخب لبطوله اسيا وبطوله كاس العالم 86، هذا كله يعني عمل تخبطي من المدرب، انه ما في استقرار فني للمجموعه. يفترض انه الان في نهايه السنه نهايه موسم التدريبي يكون هناك استقرار على تشكيل على فريق متكامل. الان الدفاع يصل خلال تغيير لاعب اليديدي الزبيدي، حراسه المرمى للدور الاول ممكن كان اهداف لحارس، الان الحارس عبد المسادي في المقدمه، حمزه محروس يخرج كل